Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak four languages. It has always been innate in me, fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. قد يحاول بعض المصابين في حوادث السيارات إدارة قضاياهم توفيراً لأتعاب المحامين. والآن مكتب المحامية جومانا كيروز بإمكانه المساعدة من خلال إشرافه على سير القضية في جزئها الأول المتعلق بتعويضات الراتب والخدمات المنزلية، وتقوم بإرشادك في كيفية إدارة ملفك مجاناً، بينما سيتولى المكتب مهمة الدفاع عن قضيتك في جزئها الثاني المتعلق برفع دعوى عن عطل وضرر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بمكتب المحامية جومانا كيروز والاستشارات مجانية 248-557-3645. هل أنت بحاجة للمساعدة في جلب شريك الحياة إلى الولايات المتحدة؟ بالرغم من أن إجراءات الهجرة على أساس الزواج معقدة للغاية، إلا أن محامي الهجرة من مكاتب المحامية جومانا كيروز تمكنوا بنجاح كبير مساعدة آلاف الأشخاص للهجرة إلى أمريكا، لأن لديهم الخبرة الطويلة في مساعدة الأشخاص على الحصول على الجرين كارد على أساس الزواج أو فيز الخطوبة بشكل سريع ومريح بقدر المستطاع. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 1-866-YOUR-RIGHTS 248-557-3645. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات، مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس، يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. طاب مساءكم بالخير مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم في برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز وحلقة اليوم المخصصة عن قضايا الهجرة والتجنس مع المحامي سام سيف. بإمكانكم المشاركة في البرنامج عبر الاتصال على الأرقام 313-769-6666 519-256-1023، دائما عن طريق الواتساب بإمكانكم أن تتركوا رسائل صوتية أو نصية، والرقم هو 313-327-7074. نذكركم مستمعينا بأن مكاتب المحامية جومانا كيروز تتعامل مع قضايا الإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، أيضا قضايا إصابات العمل، الأخطاء الطبية، قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الإفلاس، الضمان الاجتماعي وقوانين العائلة. بإمكانكم الحصول على استشارات مجانية بهذه الاختصاصات على الرقم، رقم المكتب هو 248-557-3645. ومكتب المحامية جومانا كيروز يبحث حاليا عن موظفين أو موظفات يجدن اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، وبالتأكيد بدوام جزئي أو بدوام كامل، وعلى الراغبين بشغل هذه الوظائف المختلفة بإمكانهم الحصول على معلومات أكثر عبر الاتصال بمكتب المحامية جومانا كيروز. الرقم مرة أخرى هو 248-557-3645 248-557-3645. أيضا حلقات برنامج يور رايتس نحملها على موقع اليوتيوب، كل ما عليكم هو زيارة قناة جومانا كيروز على اليوتيوب لتتابعوا مرة أخرى هذه الحلقات التي تبث يوميا على الهواء مباشرة. تحية طيبة لكم جومانا، مساء الخير ورحب بك في برنامج يور رايتس. مساء النور، يعطيك ألف عافية. مساء النور للمحامي سام سيف، ومساء النور لكل المستمعين. أهلا وسهلا. مساء الخير جمانة ورامي. أهلا سام. مساء الخير سام. شكرا رامي أنه عم بتذكر المستمعين أنه ما زلنا عم ننبش على موظفين عديدين، عنا 4-5 openings حاليا، واحدة منهم بتهم المحامي سام سيف اللي هي immigration assistant. منا بحاجة لخبرة سابقة، طالما هذا الشخص سيدي أو الرجل بيتقنوا العربية وبيتقنوا الإنجليزية، إتقان لا أقل من إتقان، لأنه منكون على التليفونات مع المحاكم USCIS إلى آخره، خبرة سابقة غير ضرورية. نحن مستعدين ندرب، بالإضافة عم ننبش على ريسبشنست إضافية لتساعد الريسبشنست الموجودة عنا، بالإضافة عم ننبش على موظفين ثلاثة
يشتغلوا بالبيرسونال انجري ديبارتمنت، جزء ليتيجيشن جزء بري ليتيجيشن، كمان الخبره السابقه غير ضروريه طالما بيتقنوا العربيه والانجليزيه. الاتقان بده يكون بالانجليزي اكثر من العربي بصراحه، ويكون عندهم النيه ويكونوا ريزونبلي انتليجنت حتى لو ما في خبره سابقه. نحن مستعدين ندرب هؤلاء الاشخاص. ثانك يو سو ماتش. سام بتحب تضيف شيء على الجوب ديسكريبشن تبع السيد او السيده اللي عم تقدم؟ شكرا جمانة. طبعا احنا ندور على شخص، يعني اهم شيء عندنا انه شخص طبعا يحكي انجليزي وعربي، بس بنفس الوقت يكون شخص انه عنده كاستمر سيرفيس شويه اكسبيرينس وجيد بال يعني تابع الاوراق وال يقدر يتكلم ويا الايجنسيز والكاستمرز. فطبعا نقدر نعطي كل التفاصيل للأشخاص اللي يخابرون، ونقدر نسوي انترفيوز بالأوفيس. هم Thank you very much. تام، إذا ممكن تبلش تقلنا آخر المستجدات من الأسبوع الماضي في عالم الهجرة والتجنس، ومناخد وقفة سريعة ومنبلش باتصالاتكم 313-769-6666 تحت الهواء على راديو واتساب 313-327-7074 من خارج الولايات المتحدة 519-256-1023. تفضل. نعم، شكرا جمانة، ورحب بالمستمعين اللي ويانا هاليوم. طبعا الأخبار قليلة هاليوم، بس أريد نفهم المستمعين بأخبار مهمة. أول شيء طلع خبر من البايدن أدمينستريشن الأسبوع الماضي لو آخر أسبوع الماضي أنه ما كانوا يريدون يستمرون أنه يصعدون أرقام الرفيجيز لباقي هالسنة سنة 2021، وهي تخلص بأكتوبر 1st لو العفو سبتمبر 30th 2021. رادوا يبقون الرفيجي الأرقام الرفيجيز يستقبلوهم هالسنة يبقوها على 15,000. قبل ما أعرف جمانة إذا تذكرين قبل شهر لو شهر ونص البايدن أدمينستريشن قالت رادة تريد تصعد هاي الأرقام لباقي السنة إلى 62,000. هيدا كانت واحدة من ثلاث أخبار سارة اللي شاركنا فيها هذا التنين. نعم يعني فتشي كان مهم، فشي جيد للأشخاص اللي صار لهم سنين منتظرين يجون للولايات المتحدة، حتى الأشخاص اللي عندهم قضايا مقبولة من UN والUSCIS بس كانوا منتظرين الفيزا مالتهم يجون للولايات المتحدة. أكو مئات الآلاف الناس المنتظرين، ويعني هذا الخبر كان يعني يأثر على هذول الأشخاص. طبعاً وراء بس كم ساعة من هذا الخبر البايدن أدمينستريشن حصلت هواية كلام، يعني من عدة من الشركات، عدة من الناس، عدة من الأورجانيزيشنز اللي عندهم غرض بالرفيجي كاب، وغيرت القرار مالتها وقالت بداية لو بنص ماي راح تغير الأرقام، ما يعرفون إيش قد راح يغيروها لو يصعدوها، قصدي بس راح يصعدوها أكثر من 15,000. أعتقد جمانة المشكلة تكون أنه المؤسسات والorganizations يعني اللي تساعد الرفيجي بروغرام يقدرون يسوون resettlement للأشخاص من غير بلدان أول ما يوصلون للولايات المتحدة. هاي المؤسسات دمرت خلال آخر 4 سنين خلال الترامب أدمينستريشن، فلهذا السبب يراد لهم وقت يرجعون هاي الأورجانيزيشنز الريسيتلمنت بروغرامز ويعينون كفاية ناس يقدرون يساعدون للريسيتلمنت. فلهذا السبب يجوز يفكرون حتى لو يصعدون الأرقام ما رح يقدرون يستقبلون هذا الرقم مال 62,000 لباقي سنة 2021. فأعتقد هم يجوز رادوا يبقوها على 15 لفترة وبعدين رادوا يصعدوها.
بس الفكرة تكون أنه المسج اللي قطوا مال إحنا ما نستقبل أكثر من 15,000 لسنة 2021 للرفيجيز، يعني هذا يأثر على السايكولوجي مال كل المهاجرين الرفيجيز اللي منتظرين، ويأثر على الـ US embassies إيش قد interviews لازم يعطون إذا يستعجلون بالـ interview appointments لولا. فالمشاكل اللي إحنا هسه نشوفها تكون طبعاً التأخيرات مو بس ويا الـ State Department والـ US embassies، بس ويا USCIS. قبل فد 10 دقائق كنت أباوع على الـ processing times للقضايا هنا بديترويت، إيش قد يأخذون القضايا، أنواع القضايا لحد ما يطوهم مواعيد بـ USCIS بديترويت. والقضية الجنسية قبل كانت تأخذ anywhere between يعني 4 to 7 months قبل يطون موعد interview. حاليا على الويب سايت مكتوب 9 months to 15.5 months. يعني القضايا هسه اللي مقدميها January 11, 2020 هو هذول اللي يستحقون يحصلون interview بديترويت. يعني almost 3 times 3 times أكثر من ما كانت تأخذ قبل. طبعا نعرف ديترويت immigration administration of Detroit they're great, they're amazing. صرنا هواي نشتغل وياهم ويعني we've met a lot of the officers. حاكين عدة مرات ويا عدة من الأشخاص اللي موجودين بالإدارة وساعدونا على عدة من القضايا يسرعوها، فدي يحاولون بقد ما يقدرون يسرعون القضايا، بس البانديميك يعني أثر على هاي القضايا، أثر على الإفشنسي مالتهم، فدي يحاولون يسرعون القضايا. بس حاليا قضايا الجنسية تأخذ 9 months to 15 months. الجرين كارد ابليكيشن ياخذ 14 months الى 19 months، قبل كان ياخذ بس 6 شهور. نفس الشيء 3 times as long على مود الاشخاص يحصلون انترفيو. نمشي من هذا الموضوع، بس I just want to mention one more thing. TPS temporary protected status، اكو خبر جديد على temporary protected status، أنه أكو قضية واصلة للمحكمة العليا Supreme Court of the United States على immigration benefit يسموها temporary protected status. Temporary protected status هي نوع immigration benefit يعطوها الأشخاص اللي جايين من بلدان اللي يجوز بها حرب، لو بها أزمة، لو مثل like هايتي، لو هيتش شي كان عندهم earthquake، لو natural disaster. الحكومة الأمريكية هي تقول يا دولة تستحق يطوهم citizens مالتها TPS إذا كانوا موجودين بداخل الولايات المتحدة بذاك الوقت. TPS فشي جيد لأنه يطون ب رخصة عمل ويخلون الأشخاص يعيشون بشكل قانوني بداخل الولايات المتحدة. المشكلة شنو؟ المشكلة أكو نوعين من الناس اللي يحصلون TPS. النوع الواحد إذا دخلوا خلال فيزا visitor فيزا، لو إذا كانت فيزا عمل، بس نوع الفيزا اللي تخليهم يدخلون بشكل قانوني. والنوع الثاني الناس اللي يقدرون يقدمون على TPS والأشخاص اللي دخلوا بشكل مو قانوني، خلينا نقول خلال الـ southern border ويا مكسيكو، لو بطريقة ثانية هم تكون مو قانونية. الأشخاص اللي دخلوا بشكل قانوني إذا بعدين صار عندهم حق يقدمون على green card خلال زواج، لو خلال عمل، لو خلال diversity lottery، لو أي شيء مثل هذا يقدرون يأخذون green card. بس الأشخاص اللي دخلوا بشكل مو قانوني حالياً أكو قضية بالمحكمة العليا وصلت لها المرحلة، لأنه أكو يعني different perspectives عليها تقول هذول الأشخاص ما يستحقون يأخذون green card حتى لو إذا تزوجوا US citizen.
والفكرة الثانية أنه هم يستحقون، لأنه أول ما حصلوا الـ TPS مالتهم يعني صار عندهم approval، نعتبرهم أنه صاروا قانونيين والمفروض يحصلون الجرين كارد. فهذا يأثر على هواية أشخاص يمنيين سوريين اللي عندهم TPS ويجوز يستحقون يقدمون على جرين كارد. طبعا تعتمد شلون دخلوا الولايات المتحدة، بس خبر هذا راح يأثر عليهم. شكرا جزيلا. هل في شيء تاني بتحب تضيفه قبل ما نأخذ وقفة سريعة ونبلش نتقبل اتصالات؟ No, thank you. إن شاء الله نقدر نستقبل مكالمات من المستمعين. Okay. 313-769-6666 is the number to call. نأخذ وقفة سريعة ومنكمل. هل أنت بحاجة للمساعدة في جلب شريك الحياة إلى الولايات المتحدة؟ بالرغم من أن إجراءات الهجرة على أساس الزواج معقدة للغاية، إلا أن محامي الهجرة من مكاتب المحامية جومانا كيروز تمكنوا بنجاح كبير مساعدة آلاف الأشخاص للهجرة إلى أمريكا، لأن لديهم الخبرة الطويلة في مساعدة الأشخاص على الحصول على الجرين كارد على أساس الزواج أو فيز الخطوبة بشكل سريع ومريح بقدر المستطاع. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 1-866-YOUR-RIGHTS 248-557-3645. مكتب المحامية جومانا كيروز يبحث عن موظف أو موظفة يجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، والخبرة غير ضرورية، الوظيفة بدوام كامل 5 أيام في الأسبوع. راغبين بشغل هذه الوظيفة الاتصال بمكتب المحامية جومانا كيروز على رقم 248-557-3645 248-557-3645. عودة إلى برنامج يور رايت مع المحامية جومانا كيروس والمحامي سام سيف المختص بقضايا الهجرة والتجنس. أرقام الهاتف في الاستوديو 313-769-6666 519-256-1023. وكما ذكرنا في الإعلان، هناك وظائف شاغرة في مكتب المحامية جومانا كيروس، فمن يرغب بشغل هذه الوظائف بالأول بالتأكيد عليه أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية. بإمكانكم الحصول على المزيد من المعلومات حول هذه الوظائف عبر الاتصال بمكتب المحامية جومانا كيروس 248-557-3645. تحياتنا لكم مرة أخرى وعودة إلى برنامج رأي جومانا، نرجع لك. شكرا جزيلا رامي. ونحن بلشنا نتقبل اتصالات المستمعين على 313-769-6666. منشجع أي إنسان عنده سؤال يتصل، لأنه علينا ضغط كتير بالمكتب. صحيح أنه الاستشارات كلها مجانية، وإنما عم نعمل بوكينجز للاستشارات 2 weeks out and 3 weeks out. بناخد أول متصل. سيدي منهل. نعم. حلو. نعم، كيفكم؟ الأستاذ منهل، بعتذر. رمضان مبارك، يا أهلا وسهلا. شكرا. رمضان مبارك عليكم وعلى كل الأمة الإسلامية، على الجميع. أشكرك. سي جومانا تفضل. نعم، كيف حالك؟ أشكرك أنت تعطينا الوقت أتكلم معك. يا أهلا وسهلا فيك. شكرا. أنا حبيت بنت المكسيك، هي مزوجة مطلقة ولا أطفال اثنين، فشنو الطريقة اللي جيبها لأمريكا؟ سو هي مطلقة. المحامي سام سيف من المكسيك، وبتصور أنه حضرتك American citizen. نعم. أوكي، naturalized citizen. سام؟ نعم، شكرا أستاذ منهل. طبعاً الطريقة اللي موجودة يعني المباشرة تكون أنه تتزوجها وبعدين تقدم معاملة زواج ويا USCIS، وبعدين هي القضية توصل لليو اس امبسي بالمكسيك وتقدر تكمل على فيزا وتجي على الفيزا. الطريقة الثانية تكون إذا بعدكم ما متزوجين وما ناويين تتزوجون حاليا، تقدر هم تقدم على فيزا فيانسي. لازم تثبت أنه أنت يعني ملتقي بها على الأقل مرة خلال آخر سنتين قبل تقدم المعاملة. هاي الفيزا موجودة، تكون شوية أسرع من الفيزا الزواج. حاليا بيها تأخير بسبب الكورونا فيروس، بس هذا اختيار ثاني وجيد. واختيار الثالث يكون إذا هي بداخل الولايات المتحدة بأي شكل أو ثاني،
اكو طرق، واحد يقدر يتزوج بعدين ويقدم على جرين كارد، وهي بذاك الوقت تقدر تبقى بداخل الولايات المتحدة. انا استاذ، انا حسب ما فهموني جماعة ما اعرف، قالوا لي تروح تسوي خطوبة عن طريق الكنيسة والصور بانه انت تحبها، وتروح تقدم على زيارة في السفارة الأمريكية في المكسيك. وانت اذا عندك جنسية أمريكية وتقدر تروح للمكسيك، ماكو أي مشكلة، تقدر تزورها بالمكسيك، بس هي على متجي تكون شوية أصعب، يحتاج لها فيزا، وصعبة تقدر تدخل الولايات المتحدة لو تحصل فيزا زيارة بس على مود تشوف خطيبها، تكون أصعب، راح يقولوا لها قدمي على فيانسي فيزا، ومعظم الوقت راح يرفضون الفيزا الزيارة. ف يعني الطرق اللي موجودة لك أحسن طرق، والطرق اللي تكون قانونية وما راح تسبب لك أي مشكلة، هي تكون إذا تقدم على فيانسي فيزا، لو تقدم على فيزا زواج. يعني قصدك أروح هناك أزوجها مكسيك على يعني محكمتهم أسوي زواج؟ نعم، تقدر تروح للمكسيك تتزوجها وبعدين تقدم فيزا زواج. يعني ما تأخر بالحال، ما تأخر. هي فيزا زواج حاليا تاخذ حوالي سنة ونص ورا ما تقدم المعاملة. سنة ونص؟ سنة ونص، نعم. كثير. نعم. شكرا. إذا دخلت عن طريق الرسمي، دخلت مثلا عن طريق الرسمي لأمريكا ولانا زواج عادي؟ إذا دخلت بطريقة رسمية ودخلت بطريقة قانونية، تقدرون بعدين تتزوجون وتقدمون على جرين كارد وهي بداخل الولايات المتحدة. نعم، أنا فهمتك. إذا دخلت عن طريق غير قانوني، دخلت بطريقة قانونية ولانا وسوي معاملة زواج، يصير؟ مثل ما قلت، إذا دخلت بشكل قانوني وبعدين تتزوجون، يصير أنه بس مرات تلاقي صعوبة شلون هي حصلت الفيزا وشنو قالت الأوفيسر على مود تحصل الفيزا. إذا كان الغرض مالتها أنه تدخل باستعمال الفيزا الزيارة وبعدين تتزوج، معناتها كذبت على الفيزا أوفيسر إذا ما قالت لهذا الشيء، ويجوز ما يقبلون على الجرين كارد مالتها. بس إذا يعني كان عندها غرض ثاني، دخلت بشكل قانوني، حصلت الفيزا بشكل قانوني وبعدين قررت أنه تتزوج داخل الولايات المتحدة، راح تقدر تحصل على الجرين كارد. شكرا جزيلا استاذ منهل. الاستاذ احمد صار له مده منتظر، ومن بعده بناخذ السيده بداء. استاذ احمد تفضل. مساء الخير، رمضان مبارك، ان شاء الله رب الصحه والسلام مع الجميع، ويبعد عنا وعنكم من هذا الوباء يا رب. للجميع يا رب، يا اهلا وسهلا فيك، تفضل. استاذي، يعني حصلت على موعد مع عمليه، لازم من ديربون عمليه، فبعثتها على انقره على مود بيستعجلوا لي بطلب شو اسمه المعامله مع زوجتي، لانه الدكتور قال لي لازم واحد يكون معاك بالبيت وتكير فيه، هذا الجمله يعني. فحصلت على التقرير بانه انا ما وايف يعني سوت باسبل، فبعثت لهم اياه، وجاني الرد من عندهم، قالوا لي بانه we need to know how long. فاليوم الدكتور سوى لي تقرير ثاني، قال لي 4 اسابيع. هل 4 اسابيع كافيه او مو كافيه؟ اول شيء رمضان مبارك لك والجميع ان شاء الله. هاي راح تكون فشي سبجكتيف، يعني اذا 4 اسابيع تكون مقنعه لهم راح يقبلون عليها. حالياً نشوفه هواية صعوبات ويا أنقرة، مدى تستقبل تعطي مواعيد بشكل سهل بسبب البانديميك والأرقام المواعيد اللي تقدر تعطيها. ف
إذا هي الحقيقة تكون أربع أسابيع خلي يحط أربع أسابيع، يعني لازم يحط الحكي الصحيح بالأوراق. بس إذا هو ما متأكد ويقول well تقدر تكون 6 weeks لو 8 weeks لو 3 months يعني طبعا أفضل أنه يحط الرقم الأعلى لأنه هذا راح يكون أكثر مقنع. فالأكثر مقنع راح يخليهم يعطون موعد أسرع لأنه يعتبروها emergency. بس يعني حسب ما فهمت من الدكتور يعني العملية لازم يعني 24 hours assistance. 24 hours assistance لمدة 4 أسابيع. أعتقد لمدة من 3 إلى 4 أسابيع يعني هماتين. نعم. يعني 24 assistance يعني. أعتقد هاي راح تكون مقنعة لهم أنه أنت تحتاج زوجتك تساعدك وراء هاي العملية. قدمها الأوراق لهم وأحسن شيء إذا هي الرسالة تكون دقيقة يعني detailed من الدكتور على مود يفهم ليش راح تحتاج هاي الرعاية، مو بس يكتب هذا الشخص هل قد راح يحتاج، بس يعطي تفاصيل تقنع الأمبسي يعطوك الامرجنسي appointment. بس هو الريزن اللي عنده استاذي الريزن اللي عنده بأنه I cannot breathe. اوكي you cannot breathe وتحتاج رعاية 24 hours assistance. a day مدة 4 أسابيع. Yes sir. Okay, بس المفروض يكتب هم شلون هي راح تقدر تساعدك إذا أنت you cannot breathe، شنو راح تحتاج هي تسوي لك على مود تساعدك. يعني مثلا شيء يعني supervision call 911 أي شيء من هذا النوع يعني. نعم نعم فت يعني أي نوع الرعاية مثل ال يعني feeding مثل clothing مثل bathing هذا هم راح تحتاج فهاي هم يقدر يحطها من جزء التفاصيل. بس I think يعني راح يكون عندك good chance تحصل ال emergency appointment إذا هاي التفاصيل موجودة بالرسالة مالته. مشكور مشكور أستاذ العزيز، الله يجزيك خير. مشكور، عفوا، موفق إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. في عنا سيدة بيداء ومن بعدها سيدة أمر. سيدة بيداء تفضلي. نعم مرحبا سيد جومانة. مرحبتين، رمضان مبارك. مرحبا، شكرا شكرا جزيلا، شكرا رمضان عليكم وعلى كل، شكرا للأساتذة الويات والله يبعدهم البلاء والوباء، والله يخليكم إن هنا يعني بالبلاد الغريبة عم تعطونا نصائح كلش كلش لغيرنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد جومانة. ممكن استفسر في السؤال هاي لأول مرة يعني صح. أنا مريضة سوبر يعني سوبر مريضة، عندي مشاكل صحية كثير وما عندي أحتاج لرعاية بالبيت بس زوجي، وزوجي كمان عمره 62 سنة وهم عنده مشاكل صحية، وبعدين هو حطوا الحكومة بيرعاني، بعدين هو ما يشتغل وإحنا نعيش، أنا ما عندي هالسائل لأني جرين كارد وهجرة مش لاجئة، أني مو رفيوجي لحد ما أصير سيتيزن بعدين بيعطوني الSSI وحتى يكون بكفينا المعاش، نعيش على لو إنكم فاميلي كلش يعني وضعنا صعب. بعدين أني أريد أجيب والدتي من العراق، عندي أمي بالعراق أريد تدخل أمي لعندي، فحكيت الطبيب مالتي قلت له أنا أريد أمي تجي، قال من حقك تجي لأن أنت كثير مريضة وإحنا يعني أنا كطبيب همين أشوف الحالة، بعدين أنا هم دا أصير أكثر مريضة أنه أنا ما أقدر أسافر، منعوني من الطيران من كل شيء، حالتي الصحية ما تستجوب أروح أي مكان، يعني لو أروح مثلا عن البيت 100 متر بتخربط وبيصير لي أعراض غير أعراض مو حلوة، فما أقدر أغادر حتى البيت يعني أخرج برا البيت، فهل أقدر أجيبها وشنو الأشياء اللي تتطلب حتى تجي والدتي؟ أوكي، قبل كل شيء قلبنا معك وإن شاء الله يا رب إنه ظروفك شكرا.
القضية وظروفك الصحية إليك ولزوجك بتتحمل يا رب. تاني شكرا. قلتي غير لاجئة، شو الستاتس تبعك اكزاكتلي لحتى يقدر المحامي سامي يجاوبك على سؤالك؟ العفو، الأوراق تبعي؟ نعم، شو الستاتس اكزاكتلي تبعك؟ أنا عندي جرين كارد دائمي. Green card. You're a green card holder. افتكر حتى أنا بعرف هذا السؤال. بدك تجيبي الوالدة؟ نعم. أوكي. سام تفضل. نعم. إن شاء الله بخير. وبس أريد أفهم أنه أكو عدة طرق تقدرين تجيبين الوالدة. بس أسهل شيء طبعاً راح تكون إذا انت عندك جنسيه امريكيه، فورا ما تقدمين وتحصلين الجنسيه تقدرين تقدمين للوالده قضيه لم شمل، لو معامله لم شمل، وهي تقدر تجي خلال سنه ونص بالاوقات اللي حاليا موجوده ويا الديبارتمنت اوف ستيت. بس اذا قدمت لامها وهي بعدها جرين كارد هولدر، سوري على التقطيع، قد ايه بتاخذ وقت؟ Well, لأنه هي عندها green card ما تقدر تقدم لأمها معاملة لم شمل. Right. لازم يكون عندها الجنسية. نعم. أوكي. نعم. فالطرق الثانية اللي موجودة، أول شيء راح تكون فيزا زيارة. نعم. على فيزا زيارة. أنا أشوف أمي يعني. نعم. نعم. الفيزا الزيارة. موجودة، والنوع الفيزا الزيارة حتكون مثل humanitarian، يعني أسباب لمساعدة شخص عنده green card، فتقدر تقدم على فيزا الزيارة. المشكلة تكون أنه لازم تثبت رح ترجع لبلدها ورا ما المدة الزيارة تخلص، وهذا راح يكون صعب لها. هي جاية من العراق صحيح؟ بس أمي موظفة بالعراق. أوكي جيد. إذا موظفة هذا راح يساعد بالمعاملة مالتها. هي مع الحكومة يعني، هي بالبوليس، بالبوليس هي بتكون يعني بتشتغل، هي ما تقدر تبطل من شغلها. بس أنا أريد أشوف أمي وتقعد فترة شوية عندي وتروحلين. أنا حتى بالأسباب الصحية ما أقدر أسافر بالطيران. أنا لما جيت من العراق كانوا اضطرار إمرجنسي مدخليني على قطر، إني هبطت الطيارة، هبطت بعدة بلدان، كنت بدي أموت. وحتى بشيكاغو إمرجنسي منزليني من الطائرة، فمن عوني مستحيل إنه أسافر ولا أروح أصعد بالطيران. أسباب صحية كثيرة عندي. نعم. الله يساعدك يعني. هذا أسباب راح تكون مقنعة للأوفيسر اللي قابل الوالدة أنه أنت تحتاجين مساعدتها. ما أعتقد أكو أي مشكلة راح يكون هذا الشيء. مشكلة راح تكون إذا راح يخلوها تحصل الفيزا، لو يخلوها يصدقون بالإثبات أنه هي راح ترجع للعراق. الفكرة أنه هي موظفة بالعراق ويا الشرطة، هذا راح يساعد، بس راح تحتاجين أكثر إثبات. عندها بيت، عندها بيت، عندها أكاونت، عندها كل شيء. جيد. كفكرة عامة يعني عندها الريكوايرمنت أنه تحصل الفيزا الزيارة. راح تبقى بس عليها أنه تقنع الأوفيسر بالمقابلة على مدة تحصل الفيزا. بس يعني فتشي لازم هم نفكر به حاليا، ماكو ما يطون أي مقابلات للفيزا بداخل العراق. لازم تطلع برا العراق بس على مدة تحصل فيزا انترفيو. وحتى لو إذا هسه تطلع برا العراق تحصل فيزا انترفيو، صعبة تحصل هاي الفيزا الانترفيو بغير بلد، لأنه أكو ضغط عالي عليهم. فهي راح تكون محاولة يعني، ورا ما تقدمون الفيزا ابليكيشن لازم تحاولون تحصلون emergency appointment ويا بلد تستقبل المعاملة مالتها. يا أستاذ ساملين، أنا عم بيصير عندي حالة، حتى دي يصير عندي حزن، هو الحزن هم ممنوع علي، دي يصير عندي يعني عندي
مشكلة يعني نفسيا وكل شيء دا يصير. أنا ما أقدر إذا أشوف أهلي، هاي صار لي 3 سنين فما أقدر إذا أشوف أمي، وهي والدتي همنا يعني مريضة همنا بتص يعني إن شاء الله تنحال على التقاعد، بس يعني لازم أشوفها. أنا ما عندي، والدي انقتل بالحرب هاي مع العراق، فما ظلت غير بس أمي، فمحتاجة لها. والطبيب قال يعني صادق. ضروري يعني قال لازم نخففها من المرض، من الأشياء اللي أنا دا أحتاجها. قال أنا كل التقارير أقدر أسلمها للأمبسي وين تريدين، يعني الطبيب متفهم الحالة. الله يساعدك. نعم. خابري المكتب إن شاء الله نقدر نساعدك بتقديم هاي الفيزا. رامي يقدر يعطيك الرقم تحت الهواء، وإن شاء الله إذا تخابرين نقدر نسوي موعد ونشوف إذا نقدر نقدم لك هاي الفيزا. شكرا جزيلا سيدة بداء، وإن شاء الله خير. إن شاء الله إن شاء الله تقدر الوالدة تقنع السفارة الأمريكية إنه ما بتشكل خطر إذا إجت تزورك إنه تضل هون، لأنه عندها رباط كافي بينها وبين بلدها العراق. ناخد اتصال الأستاذ عمار، صار إلنا زمان منطرينه على الخط، منعتذر أستاذ عمار. لا لا مرحبا جمانة. يا أهلا يا أهلا وسهلا. سؤالي رفيجي داخل أمريكا وبعد كم كمل سنة بفترات متقطعة بسبب سفر، في ضروري يجي انترفيو من يقدم على جرين كارت، ولا يعني ما تحصل مرات ومرات ما تحصل؟ سام. نعم، فاللي افتهمته أنه دخلت كرفيجي وقدمت على الجرين كارد ورا السنة، واللي هو المفروض أنه تسوي هذا الشيء. معظم الوقت ما يسوون انترفيوز للأشخاص اللي دخلوا كرفيجي وبعدين يقدمون على جرين كارد. أكثر الوقت راح يدزون، إذا كل شيء تمام بالابليكيشن راح يدزون الجرين كارد بالبريد، وهاي هي يعني ورا 4 سنين ورا ما تحصل الجرين كارد راح تقدر تقدم على الجنسية. أوكي، الفترة اللي حضرتك قلتها هسه هي من بداية المعاملة إلى أن تكمل، ولا مثلا من ال fingerprints، ولا اللي الأوقات اللي حكيناها بداية الحلقة 9 أشهر إلى يعني 15 months، هاي يعني إيش قد تأخذ المعاملة كلها. أكو معاملات يحتاجون يطوهم interview، أكو معاملات ما يحتاجون يعطوهم انترفيو. فإذا يحتاجون يأخذون بصمات منك، ومعظم الوقت راح يحتاجون يأخذون بصمات لجرين كارد أبليكيشنز، راح يسووا لك البصمات. هاي حالياً دا تتأخر، بس دا يتقربون يعني they're getting more efficient ودا يوصلون الأوقات اللي يحتاجون على البصمات. وراها يعني المفروض تحصل الجرين كارد بالميل، وأنت خلال هذا الوقت كله تقدر تستمر تشتغل وتعيش كرفيجي. وأول ما تحصل جرين كارد الستاتس مالتك راح يتغير لجرين كارد هولدر، بس هي استيميت تكون 9 months to 15 months يكملون كل المعاملة ويدزوا لك الجرين كارد. اوكي ثانك يو فيري ماتش. يا اهلا وسهلا، شكرا اتصالك. ومعنا السيدة احلام على التليفون. ألو مرحبا، رمضان مبارك عليكم. وعليكم كمان. وعليكم. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا طفلة مولودة هنا بوالدها يعني أبوين عراقيين وكانوا هنا بفيزة عمل وهم رجعوا وسافروا، ها أكو مستجدات إنه أهلها يحصلون جرين كارد على البنية؟ هي متجنسة، الطفلة متجنسة أمريكي، بس أهلها لا ورجعوا للعراق، يقدرون يرجعون يعني أكو شيء جديد إنه يقدرون يحصلون جرين كارد؟ نعم، شكرا للسؤال. سؤال واحد اللي أدي أنه إيش قد عمرها لبنية؟ 3 سنين. العفو؟ 3 سنين. ثلاثة سنين. أكو قوانين تخلي الشخص اللي عنده جنسية أمريكية، ما يفرق إذا أهله عندهم لو لا، الجنسية الأمريكية لما يوصلون 21 سنة عمرهم يقدرون يقدمون لأهلهم
على الجرين كارد، يقدمون معاملة لم شمل. ف 3 سنين يعني عندهم 18 سنة قبل لا يقدرون يستفادون من الجنسية مالتها. اوكي. السؤال الثاني، انا ابويا قدمت له من 2016 والموافقة حصلت منه ودفعت الرسوم وكل شيء تمام، وقابل ببغداد اخذوا من عنده الجواز وقالوا له انتظر ندزلك اياه. بقى الجواز تقريبا سنتين عندهم الى ان تأذت عينه وطلبنا الجواز انه يسافر لتركيا يسوي العملية مالت العين، واخذنا الجواز منهم وقال له احنا اذا تجي الفيزا نتصل عليكم، ولحد هسه كل شيء ماكو، حتى الرقم يعني ما تلقنيه كانت مطينة اياه بهيك حالة، يعني ما نقدر نراجع السفارة لان ما عندنا موعد جواز واحنا اخذناه من عندهم. زين شنو نقدر نسويه يعني نشوف؟ لازم تقدمين شكوى ضد الحكومة، لأنه إذا كل شيء تمام كان بالمعاملة، ماكو أي مشكلة بالمعاملة، المفروض يعطوا الفيزا. هم صح أنتوا أخذتوا الفيزا لو الجواز منهم، بس هم لما الفيزا تكون حاضرة يخابروكم ويقولوا لكم دزوا الجواز مرة ثانية على مود نحط بيها الفيزا. مبين أكو فت خلل بالمعاملة، يعني الخلل يجوز لو صار بالمقابلة، لو إذا التشيك الأمني خلاهم يترددون يعطون الفيزا، لو يتأخرون بالفيزا. طبعا لازم نتذكر أنه بالعراق توقفت الفيزا بروسيسنج بسنة 2000 ديسمبر 2019، فلازم الشخص يغير المعاملة إذا يريد يحصل فيزا من بغداد إلى غير أمبسي برا العراق. وحاليا كل الصعبة عدة إقامة باسطنبول، عدة إقامة باسطنبول أقدر؟ إذا عدة إقامة باسطنبول يقدر يرجع لإسطنبول يبقى بيها ويحاول يسوي ترانسفر للقضية مالته من بغداد إلى إسطنبول ويحاول يستمر بالقضية. هاي الطريقة يعني أسهل طريقة راح تكون. الثاني طريقة راح تكون أنه يقدم دعوة لو شكوى ويا المحكمة الفدرالية بالولايات المتحدة يفرض عليهم يعطونا قرار على الفيزا. زين أنا أقدر أسوي هاي الشكوى يعني من أنا عن طريقكم؟ نعم. تمام حلو زين. نعم. بس هي المعاملة السؤال إنه ما تسقط صح؟ المعاملة ما تسقط إذا هم ما مطيج قرار. لا ما مطيني يعني، حتى المحامي اللي موجود اللي سوالي إياها يعني قبل ما اتصلت عليه يقول لي ما عليها ما أعرف شنو ليش مع العلم يعني، حتى لا. يقول لي هو حسب ما يقول لي هذا رقم الجرين كارد، يعني أنا رحت على غير جماعة حتى الفلوس مالت الجرين كارد أنا دفعتها، قلنا بلكي نحرك القضية حتى هذا الوصل عندي. نعم اتصليني بينا بالمكتب إن شاء الله نقدر نمشي القضية إليك. رقم الأوفيس هو 248-557-3645 248-557-3645. شكرا. نعم سام، عندنا اتصال إضافي. نعم سام، عندنا اتصال. ما اعرف اذا جمانه بعدها معانا. انت على الخط جمانه صح؟ بعتذر. نعم. رامي ولا يهمك. ما تسمعوني؟ نعم نعم، عندنا المتصل هلا الاستاذ محمد ومن بعده بعتذر الاستاذ مصطفى ومن بعده الاستاذ محمد، وبعد عندنا 12 دقيقه بعد فينا ناخذ اتصالين او ثلاثه اضافيين على 313-769-6666. استاذ مصطفى تفضل. اهلين، كل عام وانتم بخير بمناسبه رمضان. Very quick, I don't need to take a lot of time. I applied for citizenship last September 2020 and I haven't heard anything. I know there is a lot of late on the applications process. Now I want to travel to Yemen to see my mom. Is that affect by any chance my process or no?
How did you enter the U.S.? How did you get your green card, I mean? Diversity visa, I get it. 2015. I'm sorry, I didn't hear the first part. How did you get the visa? Yeah, diversity visa. Diversity visa. Okay. There is no problem whatsoever to visit Yemen. You just need to make sure that you have somebody looking out for your mail so you don't miss out on your fingerprint appointment if they schedule one, or your naturalization interview. You can travel, and then when you come back, when you go to the interview, you'll need to let the officers know. You need to add a trip or update the information in your application regarding travel. Okay, so if by chance when I was traveling outside of America and then I received like an appointment for the finger or interview, can I reschedule it, or that will be difficult to do? Yes, you can reschedule it. All right. Thank you so much, Sam. Thank you, Joumana. Thank you, Rami. Have a great day. Thank you. يا أهلا وسهلا وكمان مرة رمضان مبارك لك ولكل المستمعين. ومناخد اتصال الأستاذ محمد وبعد عنا 10 دقائق 313-769-6666 كل نهار تاني لمدة ساعة نحكي عن قانون الهجرة والتجنس مع المحامي سام سيف من مكتبنا. أستاذ محمد تفضل. يا يعطيك العافية ست جمال. يا أهلا وسهلا. أنا بال 2019 جبت مرتي من لبنان، أوكي، نعم. جرين كارد بسبتمبر، إجت لهون بسبتمبر، و I find out إنه she needs the paper because she get pregnant and راحت على الهوسبيتال وروحت البيبي two times وتركتني ونزلت على لبنان بدون ما تقلي ورجعت بعد five months بدون ما يكون معي علم وطلقتها هون أنا. هلا شو بدي اعمل لاوقف لها الجرين كارد ال 2 years temporary عندها؟ it's very very hard to hear you استاذ محمد. بدك ارجع اعيد لك السؤال؟ ما سمعت آخر شيء اللي قلته، بس أفكر أنه افتهمت السؤال، أنه أنت تريد تحاول توقف الجرين كارد مالتها بسبب أنه يعني it didn't work out، حصلت ديفورس عادة. Yeah, I find out أنه she needs the paper, the green card only. Okay. الأشخاص اللي حصلون الجرين كارد خلال the term اللي يسموها هو marriage fraud، يعني ال spouse مالتهم يقدر يبلغ الإيميجريشن يفهمهم أنه ال spouse مالتهم اللي now ex spouse يصير تزوجوهم بس على مود الجرين كارد. هي راح تكون رسالة لو مكالمة إلى USCIS office لو ICE office. كلمتن أنا كلمتن وبعتلن رسالة، بس إذا في إشي أقدر أعمله عندكم بالمكتب يعني more legally أكثر من you know أنتوا بتعرفوا أكثر. No إحنا ما نسوي أي شيء لهيجي غرض، مو معاملة نقدر نسويها لهذا الغرض، يكون بس ال phone call لو ال اللتر اللي انت دزيتها هاي رح تأثر على المعاملة. وبعدين هي لازم يعني عندها حقوق، هي مو ما عندها حقوق، عندها حقوق، وباستعمال هاي الحقوق تقدر تحاول تثبت القضية مالتها. بس انت هسه طلعت من الموضوع ورا ما طلقتي وقدمت هاي الشكوى ويا اليو اس سي اي اس لو الايس، حطيت شرحت لهم انا كل شيء صار معي، شرحت لهم everything بالرسالة، فراح يستعملون هاي المعلومات لمن يريدون لو لمن هي تقدم على ال permanent green card. I sent the proof with the everything. كل شيء كتبته على الرسالة I sent the proof with it. Copy. And that's it. That's all you need to do. Oh, okay. Thank you very much. شكرا كثير لك. شكرا. You're welcome. وفق إن شاء الله.
شكرا شكرا جزيلا. بعد عنا 6 دقائق بياخذ اخر متصل الاستاذ عبد الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. حبيت عندي شقيقي في اليمن عنده دكتوراه وعنده ماجستير، وسمعت انه الاي بي فيزا ممكن اقدر ان انا اعمل له استقدام عليهم، ممكن تتكلمون عن الاي بي فيزا؟ نعم، الاي بي فيزا هي الامبلويمنت بيست فيزا. اكو عدة انواع اي بي فيزاز، اكو الاي بي 1، اكو الاي بي 2، اكو الاي بي 3، للأشخاص اللي عندهم شهادة. وكل نوع الفيزا تعتمد على شغل الشخص، إذا حصل شغل ويا شركة، لو إذا يقدم لنفسه، إذا هو معروف بالدجري والمهنة مالته يقدر يقدم بدون employer، لو بدون job offer. فهي كلش ديتيل تعتمد على تفاصيل البي اتش دي والماسترز، تعتمد على الشخص اللي يقدر يحصل عمل داخل الولايات المتحدة. الأشخاص اللي عندهم البي اتش دي يقدرون يقدمون بدون ما يحصلون جاب اوفر، وإذا عندهم يعني they have published بالشغل مالتهم بالwork، if they've been cited، يعني ناس كتبوا على معلوماتهم. فبيها هواية تفاصيل. كفكرة عامة يعني هي يجوز تستحق تأخذ هاي الفيزا، بس على مود نحكي بالتفاصيل يرادلنا بعد معلومات. اي نعم، بس سؤال فرعي، لما تقول حضرتك انه يعني يقدر يقدم لنفسه، يعني ما يحتاج سبونسر؟ اكو جزء من الاي بي يسموها ناشونال انترست ويفر، ما يحتاجون سبونسر على مود يقدمون على الامبلويمنت بيست فيزا. نعم، وكيف ممكن نحصل على الاستشاره في المكتب لو حبينا ناخذ تفاصيل؟ خابر المكتب، رقم المكتب 248 557 3645. شكرا جزيلا. شكرا لك. يا اهلا وسهلا فيك، ورمضان مبارك لك كمان. سام، وين وصلتوا بالكونسلتيشنز؟ حاليا الاشخاص اللي يعني يريدون consultation in the office we're about 2 weeks out، يعني نطي مواعيد that are 2 weeks away. الأشخاص اللي بس يريدون مكالمة لو استشارة، وصلنا الأول آخر أول أسبوع مع الماي، وشوية we're behind، بس إن شاء الله we'll catch up. بس حاليا بسبب النيو administration، البايدن administration، هواي ناس يعني فكون أنه يستحقون يقدمون على نوع الإميغريشن بنفيت. الحمد لله دي خابون المكتب، ودي نقدر نساعد اللي نقدر نساعد. نعم، بيجيني كل أسبوع عدد الأشخاص اللي بيتصلوا بالمكتب، وشو السؤال تبعون أو شو status تبعون وشو outcome of the case. بالفعل عدد المتصلين زاد بطريقة غير يعني تتخطى قدرة مكتبنا أنه نقدر، لأنه كتير 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 في ضغط هلأ صار من وراء البايدن administration. نعم، والحمد لله احنا يعني اي شخص يتصل بينا حتى لو اذا نعطيه موعد يكون شوية بعيد، رح اكيد نتصل به ونجاوب الأسئلة مالته. الأشخاص اللي عندهم emergencies، لو عندهم deadlines للقضية مالتهم، طبعا نعطيهم موعد أقرب. صحيح، موعد أقرب. نعم. على مود إذا نقدر نساعدهم نقدر نستلم القضية بشكل سريع. نعم، وهذه الشغلة اللي حبيت ضيفة قبل ما نخلص البرنامج، أنه بتغرب له الاتصالات، يعني الأشخاص اللي عندهم an urgent matter أو an emergency أو a deadline تعطون الأولوية، والاستشارات دائما مجانية لحد الربع ساعة تقريبا، give or take، correct؟ صحيح. Okay, very good. Mohammed Sam Saif, thank you so very much. And thank you.
الطلب عليك وعلى محامين الهجرة عم بيزيد ورح يزيد أكتر وأكتر بسبب البايدن أدمينستريشن. بس مثل ما أنت قلت بالبداية بفتكر استبقوا حالهم شوي، لأنه if the system is not set up مثل ما أنت عم بتقول أنه الـ relocation أو ما بعرف شو الاسم exactly resettlement، إذا ما كان السيستم موجود ما بيقدروا يعملوا resettlement. هذا السيستم ما كان موجود بالترامب administration، سو استبقوا حالهم شوي رجعوا هدوا الأمور. Thank you very much. شكرا لكل المستمعين، رمضان مبارك كمان مرة، لحنقولك اليوم ليخلص رمضان ولبكرة نقل رد.